يا مرحبا بيكم في كوجينتي أسرة. وصفتنا اليوم حاجة خفيفة وبنينة، هاو تصور وحدها تنطق، هي بيتزا المسكرة وإلا بيتزا المقلة. هذه حاجة أنا ديما نعملها ونأكد لكم اللي هي بنينة، تو تجربوا وتو تقولوا وحدكم البنينة ولا لا. أول حاجة نستحقوها هي ساشي متاع خميرة متاع خبز. ساشي هذية باش نحط معاه مغرفة متاع سكر، وباش نحط معاه شوية ماء دافي. انا طب باش ناخذ الكيل نتاع الكيس هذايا باش نحط منه شويه هكاك ثلث بركه باش نخلط، وباش نخلي الخميره هذيك تتفاعل مده درج حتى لين تخمر، ومن بعد نرجع بعد ما خمرت الخميره نتاعنا. هنا عندي 200 غرام سميد ارطب، باش نصب اول حاجه السميد وباش نحرك الروبو وباش نخليه يتعجن بشوية بشوية باش يتخلط معاك شوية الماء هذاك، ونزيدو شوية ماء باش نبثبث السميد ونخليه هو أول حاجة يشرب شوية الماء. ثم سؤال جاني قالوا لي علاش ما تعجنش باليد باش نفهمه أكثر وكل شيء. نقول أنا سامحوني أخطر عندي معناتها مشكلة في يدي، أراني ما نجمش العجنين وممنوع عليا، أما والله كان جيت معناتها النجم والله لا نبخلها عليكم. هاو أنا قاعدة نبسط لكم أبسط الطرق ونوريكم معناتها الحاجة كيفاش تتعجن وكيفاش لازم تكون التكستور متاعها. توا زدت شوية مكلمة هذاك للسميد، وبعد باش نكمل نزيد الفارينة. الفارينة لهنا هي 100 غرام، معناتها عملت 200 غرام سميد أرطب و100 غرام فارينة، ونكمل معناتها نخلط البقية مع بعضه ونكملوا مع بعضنا بقية المراحل. باش نزيد معاها ساشي متاع خميرة متاع جاتو. علاش ساشي متاع خميرة جاتو؟ يعطي خفة للعجينة ويعطيها مثلا بعد وقت اللي باش تطيب في الطاوة تجي شوية تقرميشة شوية بركة من برا. طيب باش نزيد شوية ماء، ومن بعد باش ناخو زوز مغارف متاع زيت زيتونة، كان شفتوا شي اللي العجينه بدات تتلم، انا نحب العجينه تتلم هكايا، باش نزيدها زوز مغارف نتاع كريم فريش كبار. علاش زدت هالمرحله هذية؟ على خاطر نحب الكريم فريش تتخلط مليح مع العجينه كيما في الاخر وقت اللي نزيدوا الزبده. هذه حاجه باش تخلي لك العجينه تبدا طريه بالكدا بالكدا. توا من بعد ما نكملوا نعجنوها هذية باش تلاحظ اللي هي ولت اكلي نوعا ما طريه شويه، باش نحط مغرفه نتاع ملح في الاخر بالكل، وباش نزيد نحط زوز مغارف متاع فارينة. صورت واحدة والاخرى الله غالب ما صورتهاش. انت راه تنجم تكون العجينة متاع الفارينة متاعك سامحوني معناتها تشرب اكثر من الفارينة متاعي، تولي تلقى روحك تستحق كان مغرفة واحدة، معناتها يا تزيد في الاخر مغرفة فارينة يا زوز باش تتلم لك البات. المهم البات تقعد طرية تتلصق شوية بركة في اليدين، وما تزيدش برشا فارينة ما تيبسهاش، راهو الريزولتا بعد متاع العجينة تولي لك ماهيش باهية. تبع لي قلت لك عليه وتفكرني في الرسالة. العجينة متاعي سيد لمت وتعجنت مدة 5 دقائق، ما تعجنهاش برشا. طيب باش نحطها في وسط الصحفة من هنا بحتى شيء، لا زيت لا حتى شيء، وباش نخليها تقعد تخمر هكاكا ساعة ساعة ونص. شفتوا هاي كترية مي ما تتلصقش في اليدين. طيب باش نحطها على روحها، نغطيها ببي بساشي معناتها ولا اي حاجة معناتها تخليها تخمر، ونخبيها في بلاصة كما قلت لكم في خزانة في الفور، اما يبدا طافي معناتها، ونعود ونرجع لها بعد ساعة ونص. باش نخليو العجينه نتاعنا تخمر. تو باش نمشيو نقدو الصوص نتاع البيتزا اللي هي سهله وبنينه على الاخر. اول حاجه باش نحطو ماء يغلي في كاسرونه، باش ناخذو الطماطم نتاعنا ونشقوها هكيكا العلامه هذيك،
ونطفيو عليهم ونخليها كيك حكيت درجين فوق الماء سخون حتى دين القشرة متاعها تطير. من بعد نرحيوها الكلها بالميكسور ولا بالبغا بلونشون أي حاجة، نحطو في طاوة شوية زيت فيها بصلة صغيرة معمولة مقصوصة معنتها شوية ومعها سنتين ثوم، هذيك الطماطم وقت اللي رحيتها بالبغا ميكسور كيفاش معنتها وليت. بعد ما البصل متاعنا والثوم يتقلى هكايا نجي ونصبو الطماطم متاعنا. راهي الروسيت هذه ما تستحق حتى نقطة ماء، انت باش تخلط الطماطم هذه باش تخليها تتقلى كيك حكاية دقيقتين فك الزيت سخون مع البصل ومع الثوم، ومن بعد باش نكمل نحط لها مغرفة صغيرة بالكل طماطم. طماطم ما حبتش تهبطها بلتني هكا سيدة وهبطت شوية بالكل راه، باش نحط فلفل زينة وملح وشوية اكليل وشوية زعتر. انا خطر ما عنديش الحبق مي كمام زاد الاكليل والزعتر يبننها بصيفة صدقوني ماهيش نورمال. يعني كان عندكم حبق متوفر تنجم تحط، كان عندك زاد اكليل وزعتر تنجم تحط. توا باش نخليها كيك حكيت الدرج تطيب على نار هادية على روحها، ومن بعد نسكر عليها ونحطها في وسط الصحفة باش نخليها تبرد على خاطر وقت اللي تحل العجينة. اوك في الاخر حطيت شوية زيت زيتونة هذيك زيدا يبننا على الاخر. فما ناس يحطوا زبدة الحق ما جربتهاش، مين نعرف اللي زيت زيتونة معناتها بنين على الاخر. نرجع نقول لك اللي وقت اللي تبدا عندك الحشو سخون ولا صوص سخونة رد بالك تحطها على اي بات على خاطر ينقب هالك ومعناتها وما حاجة ماهيش ناجحة بالكل. العجينة متاعنا خمرت طبعا باش نخرجها او باش نحطها على البلان دو ترافاي، باش نرش عليه بالطبيعة شوية فانيلا وباش نقص كعابر صغار. اكيك حكيت باش نعمل 6 كعبورات، باش تجيب لي هذه الكمية باش تجيب لي 6 كعبورات. ما تحملش كعابر صغار راهو ماهوش باي، اعمل لو لا كبار زيدا باش تعمل كعابر متوسطين وباش نحطهم وباش نخليهم يعاودوا يخمروا نصيف ساعة مرة اخرى. ما تخدمهمش طول على خاطر ما تجيكش البات باهية وما طوعكش في الخدمة، عاود خليها تخمر نصيف.
اللي عندك وانت والحشو اللي تحب تحط عليه فيه. معناتها تحب تحط من عرش انا كبار، تحب تحط زيتون، انواع نتاع جبن مختلفه، هذه حاجه معناتها راجع ليك. ومن بعد تنوريكم كيفاش نعملها على اثنين، راهو اونتر بارونتيز تحب تخليها هكايا مدوره معناتها تاكلوها عادي، مي انا نحب نعملها مسكره باش نطيبها بالقدا وحتى من الاطراف معناتها نجيبهم يتقرمشوا شويه. هاي من الكعبات بتاعنا، حضروا وتبارك الله ما شاء الله كي تبدا سخونه الناس الكل تحب تاكلها بالوقت. معناتها هذوما منعتهم باش نصورهم لكم، شوفوا توا الحشو من داخل كيفاش حاجه بنينه بالحق، ننصحكم تجربوها بالحق بالحق بنينه. وما غير ما نتكلم اكثر، اني نغري فيكم كالعاده، كل ما نلقى فما جبن هكا يتجبد شويه نعمل لكم شويه اغراء في الاخر. ما تنساوش تكتبوا لي التعليقات متاعكم، وكان جربتوها قولوا لي عجبتكم وإلا لا، وكانكم مشتركين جدد في القناة ما تنساوش تفعيل الجرس. ومرحبا بكم ديما في كوشينة يسرى، وإن شاء الله مزيد من الوصفات. وطبعا كان نقولكم بسلامة، وإن شاء الله في وصفة قادمة. بسلامة.